بنرحب بحضراتكم مرة تانية. الحقيقة إنه رمضان في مصر فعلا حاجة تانية. هي إنه بقالنا كده سنتين إحنا المسلمين وإخواتنا المسيحيين بنحتفل مع بعض بأعياد مختلفة، وكمان بنحتفل مع بعض بعيد شم النسيم اللي بيجي على لتاني سنة على التوالي في رمضان. زي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم في بداية البرنامج إنه أكيد في ناس بتفكر إزاي إنها ممكن تفطر رنجة وفسيخ. خلينا نعرف مع بعض كده ايه النصايح الطبيه والغذائيه للناس اللي مش هتعدي شم النسيم من غير ما تاكل فسيخ ورنجه، وهنعرف كل التفاصيل دي من دكتوره منال عز الدين خبيره التغذيه في معهد تكنولوجيا الاغذيه. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، وكل سنه وانت طيبه. صباح النور عليك يا جمانه، صباح النور يا مصطفى، كل سنه وانتم طيبين. مبسوطه ان انا معاكم النهارده. منورانا. ربنا يبارك لكم. سامعاكم بتقولوا فسيخ ورنجه و انا قبل ما اسالك اتفضل ناكله ولا لا؟ كنا لسه بنتكلم في الموضوع ده قبل الهوا، انا مش هسالك ناكله ولا لا دلوقتي، بس هسالك مبدئيا كده انه الفسيخ يعني خلينا نقول زي ما هستخدم مصطلح قلتيه لي قبل اهو، ان هو اكله هو عباره عن مغامره. ده حقيقي. فخلينا نعرف منك كده شكل الفسيخ اللي يستحب ان احنا نجيبه الافضل الاحسن. وخلينا كمان نعرف منك ايه اللي ممكن يحصل، يعني ايه العواقب اللي ممكن تحصل لو اشترينا من مكان مش كبير قوي او مش معروف قوي او لو تم تخزينه بشكل خاطئ. الفسيخ طبعا بيتعمل اولا من السمك البوري او الدينيس. طبعا هي وسيله تصنيع انه بيتم وضع فيه الملح بكميات كبيره جدا وبيسيبوه لفتره، وبعد كده بيتم تداوله في الاسواق. مشكله الفسيخ عندي ان لو في اي خطوه من خطوات اللي هي الحفظ والتخزين بتاعته كان فيها مشكله بتؤدي لوجود سموم بكتيريه قاتله في انسجه الفسيخ نفسها. عايزة أقول لحضرتك إن السموم البكتيرية القاتلة دي ولا هينفع معها بصل ولا ليمون ولا خس، هي ولا في الأنسجة نفسها، إن هي جوه السمكة نفسها زي ما حضرتك ذكرت كده، جوه السمكة نفسها، ومن هنا بتيجي المشكلة. طب أنا النهاردة رايح أشتري فسيخ، أجيب مواصفاته إيه بقدر الإمكان؟ أولا نبتعد تماما عن حاجة اسمها الفسيخ الدلع، لان ده بيكون نسبه الملح فيه قليله. الحاجه اللي ممكن تعدي بالسمكايه اللي بر الامان في الفسيخ هي نسبه التمليح العالي. فكل ما كان التمليح عالي كل ما ده بيقلل شويه من خطر الاصابه بالسموم البكتيريه. كمان انا عندي اللحم بتاعه لازم يكون وردي، الاقي اي لحم مزرق او لونه رمادي نبتعد تماما. في بيبقى لونه باهت كده شويه، لا ده نبتعد عنه، ده مشكوك فيه. أول وصفة عندي اللي هي نسبة الملح تكون عالية، اللون يكون وردي، إلى حد ما السمكية يكون شكلها على بعضها بقدر المستطاع. ريحة الفسيخ معروفة، يعني لو لقينا الريحة معفنة بزيادة يعني مش عارفة دي بنعرفها ازاي. يعني هو معروف، هو يعني ريحته ما بنقدرش نحدد اذا كانت بزيادة ولا مش بزيادة. فاحنا هنعتمد على مواصفة اللون وتركيز الملح العالي وانا بشتريه وشايفاه يكون في صناديق خشبية مش صناديق معدنية او اواني معدنية. دي المواصفات اللي نقدر احنا نلاحظها واحنا بنشتري. مشكلة التسمم اللي بيحصل من الفسيخ ان اعراضه بتكون شرسة جدا، بيحصل زي تشنج عندي في الجهاز التنفسي، شلل في عضلات الوجه، طبعا اضطرابات هضمية، بتهاجم الجهاز العصبي طبعا، بتهاجم الجهاز العصبي طبعا. تمام، زي ما حضرتك ذكرت، اسهال، اضطرابات معدية. ما كانش الشخص هيتلحق في الدقائق الاولى، مش تجي له الاعراض دي ويقول لك هاخد اسبرين او اخد دواء الاسهال واستنى ساعتين ثلاثه، لا ده هينتهي. العامل اللي بينقذ الحاله بتشتغل على ايه يا دكتور؟ يعني على بتروح فين بالظبط؟ بالجهاز العصبي. بتضرب الجهاز العصبي، عشان كده بيجي شلل في بيجي شلل تقريبا. في ناس جسمها بينمل، كل واحد بقى سبحان الله والحته اللي بتجيله فيها. فسرعه التعامل مع الحاله دي من الحاجات اللي ممكن تعدي بالحاله لبر الامان. مفيش اساسات اوليه دكتور ممكن لا لا لا، لازم يتجه عشان ياخد المصل، لان في مصل بيتاخد. المصل ده طبعا مش متوفر في البيت ولا في صيدليه ولا في مستشفى عاديه، مراكز السموم اللي منتشره في جميع انحاء الجمهوريه. هو اكله مغامره طبعا، يعني وبننصح خصوصا ان احنا في الشهر الفضيل بلاش منه، عشان حتى لو جالنا اي ارتباكات هضميه هنضطر ناخد ادويه وهيضيع علينا اليوم التالي للصيام. طب الابحاث الغربيه قالت ايه في الفسيخ تحديدا، يعني مش الرنجه؟ يعني انا عارف ان هم اتكلموا على الفسيخ المصري وحذروا منه، وكان في اوراق بحثيه في مجلات علميه كبيره يعني تندرت ان يعني ازاي احنا بناكل هذه السمكه بهذه الطريقه. احنا الدوله الوحيده على مستوى العالم اللي فيها اختراع الفسيخ. ثانيا الفسيخ ملهوش مواصفه، يعني ما اقدرش اجيب مواصفه واقول دي مواصفه الفسيخ.
هو سبحان الله بقى يعني كل شيخ الناس وليه فيما عشقون مذاهبه. بالظبط كده. احنا عندنا حاجات اكثر امانا نقدر ناكلها الرنج. زي الرنج يعني الرنجة سبحان الله من الحاجات الجميلة، الملح فيها اقل بشويه، ميزتها ان هي بتتعرض للمعامله الحراريه، يعني لما بحطها على البوتاجاز هي بتتعرض لدرجه حراره تقريبا حوالي 70 درجه مئويه، دي كافيه تقتل اي بكتيريا ضاره موجوده فيها. كمان نوع السموم اللي موجود في الفسيخ ما بيجيش للرنجه، لان طريقه تصنيع الرنجه وانها بتدخن مدخنه والمراحل التصنيعيه المختلفه ووسائل حفظها كمان، لان يفضل واحنا بنشتري الرنجه تكون الرنجايه المغلفه، بلاش الحاجات اللي في الاسواق على الارصفه في الصناديق الخشبيه، لان دي بتبقى معموله زي ما بنقول تحت بير السلم بالظبط. الرنجايه تكون مغلفه مدون عليها تاريخ الصلاحيه وتاريخ الانتاج. مهم جدا ان الرنجايه تكون لحمها متماسك، ما تكونش مهريه، يكون لونها ذهبي لامع. عايزه اقول لحضراتكم ان اللون الذهبي اللامع ده بيتضرب يعني في الاسواق الشعبيه، عشان يعني دليل انها مدخنه. بيترش بيدهن اي حاجه، عشان كده برضو من الحاجات اللي بنقول للناس وهي بتجهز الرنجه يا ريت نجهزها قبليها ب 24 ساعه، ننقعها في ليمون وخل وزيت، عشان لو في اي بكتيريا الليمون والخل يعني بيغير الوسط البي اتش اللي موجود او الوسط الحامضي، فبنغير الوسط على البكتيريا، فلو في حاجه ضاره بنخلص منها. يا ريت ننزع القشر في كل الاحوال سواء مغلفه او مكشوفه، ننزع القشر لان ده ممكن بيكون عليه نتيجه عمليه التدخين الترسبات بتاعه العمليه على سطح السمكه. طبعا بناكل جنبيها في الملوحه. الملوحه دي اختراع مصري اصيل 100% من ايام القدماء المصريين، وبالتحديد في اسوان، حتى الملوحه الاسواني ليها صيتها يعني. لما كان نهر النيل بيبتدي ينخفض مستواه، فالسمك كان بيطلع على الشواطئ شط النهر، فبيبتدي القدماء المصريين فكروا طب ما السمك كتير اهو مش قادرين ناكله دلوقتي، فبداوا يحفظوه بالتمليح بتكنيك عالي جدا بحيث ان هم ياكلوه في الفترات اللي السمك بيقل فيها. الاكلات سواء الرنجه او الملوحه بنشترط ان احنا طبعا يبقى زي ما قلت لحضراتكم الليمون، الخل، الزيت، ما ننساش الخضره بقى، الخضره زي البصل الاخضر، البصل الاخضر ده عايزه اقول لحضراتكم بيقتل اي ميكروب، مضاد حيوي طبيعي طبعا. سبحان الله بينظم السكر في الدم طبعا. مضاد لحدوث التقلطات، مفيد لصحة القلب والأوعية الدموية، سبحان الله يعني عايزة أقول لحضراتكم كنز من المعادن والفيتامينات موجودة في البصل الأخضر. شايفه جمانة بتبصلي عشان البصل والريحه وكده لا انا باكل فسيخ اكيد، البصل مش عامل مشكله، هيبقى صديقنا البقدونس والنعناع يا واسطه اخر ليفل ليفل الوحش فهي مش مشكله بالنسبه فالبصل الاخضر من الحاجات المفيده، الليمون طبعا من الحاجات اللي فيها مضادات الاكسده وفيتامين سي، وجود الحاجات دي على المائده والترمس والحمص، الحاجات دي ليها الملانه كمان والملانه، الحاجات دي سبحان الله نسبه البوتاسيوم فيها عاليه، فاللي هي بتعادل شويه نسبه الصوديوم اللي موجوده في الملح اللي موجود في الاسماك المملحه. ما اروحش اجيب الحمص المعلب ليه؟ لان ده في نسبه الملح عليه نتيجه التعليب. اي اغذيه معلبه سواء فول، حمص، فاصوليا، اي اغذيه معلبه عالي. الصوديوم عالي فيها، هي سبحان الله لو هي فريش او بنشتريها من الخضري هي البوتاسيوم فيها عالي، تبقى مفيده لمريض الضغط المرتفع، ضغط الدم المرتفع. هروح اجيبها كنز او اجيبها معلبه كده هي خلاص ضرت نفسي. خلاص هي ضيعت، فقدت قيمتها. بالظبط فقدت قيمتها. المشروبات برضو عندي من الحاجات المهمه جدا ان احنا نشرب ميه بكميات كبيره بقى، بالنسبه للناس اللي هتاكل الحاجات دي في رمضان، من الفطار للسحور من 2 ل 3 لتر. يعني انا بقول وزن جسم الانسان على 2، يعني لو واحد وزنه 60 كيلو يلزمه على الاقل 2 لتر ميه في اليوم. مهم جدا الفواكه، احنا عندنا البطيخ دلوقتي من الحاجات اللي بيتجاوز نسبه الميه فيها 95% طيب. وبرده في نسبه بوتاسيوم والياف. اهميه الالياف دي بترجع عندي كمان ان هي بترفع من كفاءه عمليه الهضم وما تخليش يحدث امساك، وبتعمل ووشنج للجسم وبتخلصه والقولون وتخلصوا من نسبه الملح العاليه. طيب دكتور، وحضرتك بتتكلمي عن طريقه تحضير الرنجه، تمام، حضرتك اتكلمتي عن فكره ان هي نحطها في زيت وفي ليمون فتره، لان ده بيبقى بيحسن بالزبط. من طريقه التخزين ليها، او لو فيها اي بكتيريا او فيها اي ميكروبات ده بيقضي عليها. في ناس كمان بالمناسبه بتخزن الفسيخ بنفس الطريقه،
يعني بتحطه في زيت. أيوة. وتحطه في ليمون لفتره. واحيانا بيحطوا بصل برضو فيه وبيخزروه كده لفتره. ده بيفرق في حاجه؟ لو الفسيخه مصابه اصلا بالسموم البكتيريه مش هيفرق في حاجه. اما لو الفسيخه سليمه بنقلل المشاكل اللي ممكن تحصل. ولكن لو قدر الله الفسيخ فاسد من الاول وفي السموم البكتيريه دي، ولا غيط بصل ولا ليمون هياثر فيه. فيعني مهم جدا ان احنا نراعي. وكمان اللي حابب ياكل من الحاجات دي ما ناكلش بكميات، خصوصا مريض ضغط الدم المرتفع. احنا بنقول له خليك في الرنجه، ابعد عن السكر، علبه التونه على قدك، ابعد تماما عن الفسيخ. ولا رنجه؟ الرنجه نحاول نجيبها اللي هي بقى الدلع في الحاله دي شويه، يكون ملحها قليل شويه، وتكتر بقى معاها ونحط فلفل، معاها طحينه، فلفل الوان، نحط معاها سلطه خضار، ناكل بعيش بلدي، نشرب كركديه، ينسون، نعناع. يبقى بعد انت وزنت الدنيا. يبقى وزنت الدنيا مع الاهتمام طبعا بشرب المي. الحوامل يمتنعوا تماما عن اي شكل من اشكال الاسماك المملحه طبعا. لان ده بيؤدي ممكن ان هم بيكونوا اكثر عرضه لارتفاع ضغط الدم. مرضى القلب ومرضى الكلى والفشل الكلوي طبعا بيبتعدوا تماما. في الحاله دي بقول لهم كله سمك عادي، يعني اصحاب هذه الامراض احنا مش هنحرمهم السمك. نشوي سمك، نقليه، ناكل معاه شويه رز وسلطه. لان سبحان الله السمك نفسه كسمكه هي من مصادر البروتين اللي قيمتها الغذائيه عاليه جدا، صح، وسهله الهضم وسهله الاعداد، وما بتاخدش وقت طويل اثناء الطهي، وغنيه بالاوميجا 3 اللي بترفع من وظائف المخ وبتخفض نسبه الكوليسترول الضار وبترفع من نسبه الكوليسترول الجيد. فالاوميجا 3 عندنا وظائفها كثيره جدا. وخصوصا بقول ان احنا بعد رمضان كلنا عندنا امتحانات في بيوتنا، فمن الاغذيه المهمه جدا ان الامهات توفرها لاولادها خلال فتره الامتحانات السمكيه وطبق السلطه. لان طبق السلطه ده برضو من الحاجات المفيده جدا. ودايما نقول يا جماعه احنا ليه كمصريين اختصرنا طبق السلطه على الخيار والطماطم؟ يعني ما نحط فيه بنجر، نحط فيه ذره، نحط فيه حمص، نحط فيه فجل، نحط خس، جرجير، بقدونس، كل اللي موجود عندي اغسله كويس جدا واحطه في طبق السلطه، واعصر عليه الليمون واقدمه على مائده الاسره طول السنه. ده قيمته الغذائيه عاليه. كمان عندنا اهميه وجود فيتامين سي في طبق السلطه، ده بيرفع من كفاءه امتصاص الحديد اللي بناكله في الاسماك، صح، وفي اللحوم وفي الدواجن. طيب على خريطة الوطن المصري، تمام، أفضل الأماكن، أنا أعرف نابارو، أعرف كفر الشيخ في الفسيخ، ليه يعني في هنا كده إيه؟ في مشاهير. في أماكن كده مميزة في صناعة الفسيخ والرنجة، يعني من خبرة حضرتك تنصحينا بإيه؟ أو نعرف ده جاي منين، الوارد بتاعه منين؟ والله أنا أنصح إن أنا يعني زي ما حضرتك قلت كل منطقة مشهورة بحد فيها إن دي صنعته كويسة، أنا أروح لصاحب الصنعة كويس. ما انا ممكن يجي لي من نبارو معمول في نبارو تحت بير سلم، فانا في حد مشهور مثلا في حي معين ان ده كويس، ما سمعناش عنه مشاكل او حالات تسمم، نبتدي نتوجه له ونجيب منه. ما نسترخصي الحاجات دي، ما نسترخصي فيها، ليه يا عم ده انا جايب الكيلو بكذا من السوق الفلاني، ما نسترخصي، لان دي مساله حياه او موت. يعني طبعا زي ما حضرتك قلتي لازم نركز كويس قوي في المواصفات اللي احنا اتكلمنا عنها، بالزبط، اللون، الريحه الى حد كبير، بالزبط، وناخد بالنا من كل النقاط دي. ويعني يستحسن نستنى بعد رمضان، بالزبط، يعني خلاص فاضل كام يوم، فممكن نستنى بعد رمضان ناكل فسيخ ورنجه بقى براحتنا ومعاهم كحك. ومعاهم كحك، صح، ده فيهم يعني 16 كيلو احنا عايزين. الاقبال تاريخي على المستشفيات يا فندم. لا لا بعد الشر طبعا. عايزه اقول لحضرتك فعلا اكتر ايام الصيدليات بتبيع فيها الادويه اللي خاصه باضطرابات الجهاز الهضمي ايام الاعياد والمناسبات، نتيجه ان الناس بتبقى فرحانه والاكل واللمه والعيله. وزي ما حضراتكم عارفين ان العيله هي اهم نقطه في حياه كل واحد طبعا. فدعوه ان احنا نتلم بس اول يوم العيد وناكل مع بعض وما نكترش ونخلي بالنا من صحتنا ما نفرطش فيها ان شاء الله. طبعا احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور منال عز الدين خبيره التغذيه في معهد التكنولوجيا تكنولوجيا الاغذيه. نورتينا في صباح الخير يا مصر، كل سنه وحضرتك طيبه. وحضراتكم طيبين والساده المشاهدين. نورتينا يا دكتوره.